تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. هذا الأسبوع سنشاهد تأثير الكوارث الطبيعية على حياة أطفال المدارس. في بعض مناطق الكوارث المعلمون يستخلصون الدروس المفيدة من الأحداث المؤلمة لرفع مستوى الوعي للتصرف عند حدوث الكوارث وتعليم الطلاب فهم بيئتهم بشكل أفضل ومساعدتهم على التغلب على المأساة. فانضموا إلينا حيث سنذهب إلى اليابان وكينيا وإيطاليا. بعد كارثة فوكوشيما أصبح التلوث النووي جزءاً من الحياة اليومية للعديد من الأسر في اليابان. العديد من المدارس بدأت بإعطاء الدروس حول الإشعاع وكيفية تجنبه، لكن القيام بهذا دون إلحاق المزيد من الصدمات يعد تحدياً صعباً. لنتعرف على المزيد في هذا التقرير. مينامي سوما تقع على بعد حوالي 20 كيلومتر من محطة فوكوشيما النووية. مستويات الإشعاع فيها لا تزال مرتفعة. نعمل على دعم الأشخاص الذين يعيشون هنا. المعلمون يعملون على رعاية الأطفال كي يشعر الأطفال بالأمان. إنه أمر مهم بالنسبة لنا. الآباء والمدرسون استمعوا إلى الكثير من القصص المخيفة عن الإشعاع. إنهم قلقون وهذا شيء طبيعي جدا. إننا نجيب على أسئلتهم فيما يتعلق بالخطر والخوف. حين يبلغون سن 5 سيفهمون ما حدث، ولكن في رياض الأطفال لا نخبرهم بتفاصيل عن الإشعاع. لكن بعض المعلمين يعتقدون بضرورة تعليم الأطفال وبوضوح ما هو الإشعاع والمخاطر الناجمة عنه. أنظر إلى مقياس جيجر وأقول لهم بأنه من الجيد عدم استخدامه، وأنتظر ردود أفعالهم واهتمامهم. لا أخدعهم، أشرح لهم بطريقة مبسطة ليفهموا، وأقول لهم أيضا إنه أمر صعب لكنه صعب بالنسبة لنا أيضا نحن الأساتذة. النشاط الإشعاعي أمر مخيف حقا، إنه يهاجم جسمك، يهاجم الحمض النووي ويحطم. هل فهمتم؟ الحكومة تقوم بأعمال التنظيف السريع وتأمن بأن تكون بعض المدارس اليوم في هذه المدينة خالية تماماً من التلوث. إنها من التجارب الصعبة بالنسبة للأطفال، لكن المعلمين يأملون بأن تكون المدرسة بالنسبة إليهم مكاناً لدراسة الكثير من الأمور، ولكن أيضاً للمتعة وتعلم كيفية العيش. كل شيء في كينيا تضرر بسبب الجفاف، من الإمدادات الغذائية إلى العمل. علي واحد من الشباب الذي انقلبت حياتهم رأسا على عقب، مشرد ويعيش في ظروف يائسة، لكنه يواصل الإيمان بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لحياة أفضل. كينيا تعرضت لجفاف شديد، والتعليم أمر أساسي لمستقبل أفضل. اسمي علي يوسف عمر، عمري 16 سنة، أنا من كينيا. الجفاف شردني كالجميع هنا. علي يعيش مع عائلته في مخيم مع الكثير من العائلات النازحة. وصل معظمهم قبل بضعة أشهر على أمل الهروب من حالة الطوارئ. إنهم يقومون برعاية الماعز ويبحثون عن الطعام والعمل. هذه الماعز هي آخر ما تبقى لدينا كما تشاهدون.
ثلاثة فقط. قبل الجفاف كان لدينا أكثر من 200. في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الماعز اضطررت إلى إطعام حيوانات الجائعة بقطع من الورق والكرتون التي عثرت عليها في سلة المهملات في شمال وشرق البلاد. هنا الظروف المعيشية في غاية الصعوبة. الظروف صعبة، طعامنا هو العصيدة فقط. أعاني لأن عائلتي جائعة ولا أستطيع القيام بأي شيء. هذا هو بيتي حيث كنت أعيش مع والدتي وخمسة من إخوتي وأخواتي. علي ذهب إلى المدرسة لمواصلة الدراسة الثانوية أملاً في العثور لاحقاً على وظيفة لإعالة أسرته، لأنه هو المسؤول عنها. الدراسة في ظروف كهذه تعد تحدياً كبيراً. إنه يؤدي واجباته في كوخ بلا كهرباء. أحب العلوم والرياضيات. هذه المواد مفيدة لمساعدتك في العثور على العمل مستقبلاً. العائلة هي التي كانت تدفع لي الأجور الدراسية من المدخرة التي كانت لدينا. لا أعرف من سيدفعها لي الآن. 12 مليون شخص تأثروا بسبب الجفاف في القرن الأفريقي وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. فيضانات ليغوريا في إيطاليا ألهمت بعض معلمي العلوم للتحقيق في أسباب الكارثة من خلال إجراء تجارب مختبرية وميدانية مع طلابهم. إنها وسيلة لدراسة بيئتهم الطبيعية وكيفية الوقاية من الكوارث. لنشاهد هذا التقرير. في تشرين أول أكتوبر الماضي في ليغوريا في إيطاليا، الفيضانات دمرت مدن بأكملها ودمرت مواقع أثرية. بعد مرور 5 أشهر في مدرسة أوبالدو مازيني في سيبيرزيا، الطلاب يتابعون دورة للعلوم التجريبية لمساعدتهم على اكتشاف شدة الأضرار وفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة. توفيت إحدى المعلمات في مدرستنا، عاشت هنا في مركز سبيزيا. خلال عودتها من جنوة مع زوجها توقف في برونياتو وأصيبت جراء الفيضانات. نجا زوجها وكانت هي في عدد المفقودين. بعد أسبوع عثر على جثتها في الماء. الطلاب بقيادة الأستاذ روبرتو تعلموا كيفية تحليل بنية التربة من خلال عينات من عمليات المسح في المناطق المجاورة. المشروع وسيلة جديدة لتدريس العلوم. إنه يرتكز على أنشطة المختبرات إضافة إلى النظريات. هناك دروس ميدانية أيضا. المشروع يتبع المبادئ التوجيهية لبرنامج صممه من قبل الفرع الإقليمي لوزارة التربية والتعليم الإيطالي. بورغيتو ديفارا قرب سبيزيا دمرتها الفيضانات، حيث قتل فيها 7 أشخاص وعانى الكثيرون فيها. هنا الطلاب يدرسون التربة خلال هطول الأمطار، لذلك كان عليهم أن يكونوا أكثر حذراً عند أخذ عينات من التربة. كشخص بالغ أود القيام بعمل مرتبط بالبيئة. سأدرس لأكون مساحا لأعمل بشكل وثيق مع البيئة. ينبغي لهذه المنطقة أن تكون مركزاً للتسوق. إنه مشروع بناء كبير، لكن لماذا البناء عليها إن كانت منطقة خطرة؟ فيليبو، إنه سؤال وجيه. فمن الواضح الآن عليهم التحقق من وجود خطر باللجوء إلى المنهج التجريبي، لذلك سيفكرون مرتين على الأرجح حول هذا الموضوع. خلافات كهذه ستكون موضوعاً لمناقشات ودراسات مكثفة، فعلى الطلاب أن يتعلموا في سن مبكرة المخاطر البيئية وكيفية السيطرة عليها.
والآن كلمة عن أجوبتكم حول روسيا. يعتقد البعض بأن المدارس المهنية قد تمنح الطلاب الفرص للذين لم يحققوا نتائج جيدة في التعليم العالي. هذا كل شيء. الآن شاركونا بآرائكم عن هذه الحلقة. Goodbye for now. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.